مساء الخير ومرحبا بكم مرة أخرى. تابعوا معنا برنامجنا تونسنا اليوم. ضيفنا هو سمير الطيب الناطق الرسمي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. مساء الخير سي سمير. على السلامة، مرحبا بكم. يعيشك. نحكيه على ندوة صحفية لحزب المسار اللي زادت معقدة اليوم واللي ممكن البعض لاحظ فيها تغير في المواقف. حزب المسار يدعم حكومة مهدي جمعة بعد ما كان متحفظ خلال جلسة منح الثقة لحكومة مهدي جمعة، كما قلت التفاصيل في هذا التقرير. بعد نبدأ حديثنا مع سي سمير الطيب. حكومة مسنودة اجتماعيا وهي وليدة حوار وطني ونتيجة توافق، كان هذا موقف أعضاء حزب المسار من حكومة مهدي جمعة، حيث أكدوا دعمهم لها رغم اعتراضهم على عدد من الوزراء داخلها. باش نساندوه الحكومة، خطر احنا منحبوش نكونوا متسبين في اي فشل، ونحب نقولوا ونأكدوا اللي هالحكومة احنا اللي طالبنا بها. احنا كنا من جملة الاحزاب والقوات الديمقراطية اللي في البلاد من نهار 25 جويلية اكثر اللي طالبنا بحكومة محايدة، دونك لا سبيل باش نكونوا ضدها في المطلق ومن الخطوات الاولى. ولكن كما عبرنا عليه احنا مانيش فرحانين بعض اختيارات متاع سي مهدي جمعة. أعضاء حزب المسار أكدوا أن مضمون الدستور تقدمي وحداثي ويلبي طموحات الشعب التونسي، وما بقي هو تفعيله. الدستور احنا نعتبره كما قلت دستور كل التونسيين، واحنا نعتبره اللي الحوار الوطني كان عنده دور فعال لتجنيب تونس مخاطر المجهول، ونجح الرباعي الراعي الحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. ثلاث عناصر وحسب أعضاء حزب المسار هي التي سرعت في إنهاء المسارات الثلاث وبإنجاز ما تعهد به الفرقاء السياسيين في إطار ما جاءت به خارطة الطريق. فنحب أنا نعتبر أنه ثم ثلاثة أشياء اللي ربما سرعت في أن ننهي هالمسارات هذية. الأول هو اغتيال الشهيد محمد البراهمي. اثنين هو اعتصام باردو، ونحب نحيي كل المعتصمات ومعتصمي باردو لأنها لولاهم لما وصلنا نتيجة هذه. والمعطى الثالث الذي سرعه بطبيعة الحال الحوار الوطني الذي أشرف عليه الرباعي الراعي الحوار الوطني. حزب المسار أشاد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالدور الذي لعبه المجتمع المدني والرباعي فيما تحقق للبلاد في الفترة الحالية. إذن نرجع البلاتو مرة أخرى. سي سمير، أكيد وأنه ندوة صحفية لحزب المسار مهمة وأنت لهنا باش تحكينا على فحوى ما جا فيها، ولكن أول شيء أنا بيرسونيلمون وليكيب معايا تقول لك الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله ديما في صحة طيبة، وكل الشخصيات السياسية والإعلامية وحتى المواطنين العاديين. ما نجمش نفوت على روحي فرصة السؤال حول معلومة، وأنه استدعتك فرقة أمنية بن عروس أو للتحقيق حول ممكن أخبار عندها استهدافك سيارة مفخة في بعض البلايس. أعطينا تفاصيل عن الموضوع هذا سي سمير. أنا بدي راني كيفكم معناها فوجئت بهالدعوة هذه، معناها كانت هناك إنابة عدلية من السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ابتدائية بن عروس للشرطة العدلية بن عروس، وجهت لي الدعوة باش تسمعني. مشيت السبت الفرد أديت بالشهادة متاعي، قالوا لي هل أنت بعلم بتهديدات مباشرة جات؟ قلت لا ما عنديش علم، إلا أنه نهار سبت حظيت بشرف زيارة ثلاثة سلفيين أمام منزلي واكتشفوهم الناس وهربوا في الليل، عندهم درس بعد صلاة العشاء في المسجد اللي قرب منزلي. وبعدها جاتني الدعوة هذه على أساس أنه هناك معلومات جاتهم من عرش كيفاش تقول اللي هناك سيارة مفخة قادمة من الجزائر ستستهدف النائب سمير الطيب لبث الفوضى والبلبلة في البلاد إلى آخره. تعرفوا الجو هذا اللي توصلنا له احنا في تونس، أكيد أنه فما برشا الناس يحبوا شوش. على كل حال هي مش قضيتي أنا وقضية سفيان وقضية، لا لا، هي قضية تونس اليوم وأمن التوانسة وأمن أولادنا. احنا شيء، احنا عابري طريق، معنا نمشي على رواحنا. سمير راه دمه بارد في الامور هذيا. لا ما الا كانش احنا ديجا عندنا عائله ومش ساهل باش احنا باش ندخلوا بعضنا. احنا ديجا انا ولا واحد يعيش بعيد شويه على عائلته، بعيد شويه على معناها كل مره هو. فبوا احنا لازمنا نحافظ على هدوءنا وما نعطيوش للناس هذوما قيمه اكثر من قيمتهم، وعندنا ثقه في الامن نتاعنا وان شاء الله نوصل الى نتائج اكثر. على ذاك احنا دائما في وزاره الداخليه حريصين على انه
تكون حقيقة سياسة أمنية كاملة وشاملة، وهذا ربما نجم نحكي فيه. ستر الله. قبل ما نعطي أي تفضل جميل. سؤال بالنسبة للندوة الصحفية اليوم، مش لازم نسأل أنا، معناتها أنتم معناتها أنتم ما أعطيتوش سك على بياض حكومة مهدي جمعة، لكن أعطيتوه واحد شيك أنتي داتي. شنو المسببات اللي خلتكم معناتها تراجعوا الحسابات نتاعكم من البداية؟ لأنه البداية كنتم معناتها رافضين، معناتها مش رفض قطعي لكن رافضين التشكيلة الحكومية بالأساس وزير الداخلية. شنو اللي خلاكم تراجعوا الموقف هذا؟ لا لا، احنا اذا فما ناس ما رجعوش موقفهم، واحنا موقفنا واضح ونوضحه. هو موقف اللي احتفظنا باصواتنا، ما منحناش الثقه، ما قلناش نعم ما قلناش لا، هو موقف سياسي بامتياز، ماهوش هروب من المسؤوليه، هو موقف سياسي بامتياز. نحن اردنا ان نحافظ على حريتنا في التعامل والتفاعل مع هذه الحكومه، سنقول لها احسنت ان احسنت واسات ان اسات. ما عندناش ضغط ان يجي يقول لي انت كيفاش قلت نعم الحكومه وتودرت عليها، ولا انت كيفاش قلت لا الحكومه وتو اللي تشكر فيها. احنا لا، موقفنا واضح. وعلاش هذا؟ علاش احتفظنا؟ لماذا لم نقل نعم كما عندنا حلفاء قالوا نعم؟ لماذا لم نقل لا كما عندنا حلفاء قالوا لا؟ احنا قراءتنا هي تالية: سي مهدي جمعة ما وافقناش عليه، لانه كان هناك تدني درجة التوافق في اختياره، نفس التدني اللي صاحب اختياره صاحب تشكيل حكومتي، لانه احنا عندنا مؤاخذات على المنهجية التي اعتمدها سي مهدي جمعة في تشكيلة حكومته، ثم عنا مؤاخذات على تركيبة الحكومة. خلينا من البيان والبرنامج هذاك نجمو نحكيو فيه ونجمو نتلقاو فيه الناس كل. بالنسبة للمنهجية، ماهوش معقول أنه الحوار الوطني يكون مقصي من كل ما صار حول هذه الحكومة. احنا قلنا له من لول سي مهدي لن نتدخل في الأسماء، ولكن على الأقل احنا نجمو ندليو برأينا حول بعض أسماء. ولو كان صار هذايا ما كناش نفاجأ ببعض الأسماء اللي سمعنا بها يوم الإعلان على الحكومة. اللي هي سي سمير اللي هي برشا سمحني، لما مثلا وزراء سابقين في الحكومه يبقوا، كان قال لنا احنا من لون نقولوا له لا، كي نسمعوا انه رئيس ديوان تحول الى وزير نقولوا له لا، كي نسمعوا ان مثلا العضد الايمن نتاع سي الخادمي اصبح وزير في بلاصه الخادمي باش نقولوا لا، وغيرهم. وزير السياحه معنيه بالكلام هذا؟ لا ابدا ابدا. وانا قلت وصرحت البارح في احد الاذاعات في موزايك، قلت شوف هل هذية فزاعة عملوها بالعاني، وأنا في وسط المجلس ونعرف أنا مع والكلام يتقال هذية ما يليقش، وأنا كنت أنا والنائبة نادية شعبان اللي انسحبنا وقت يتكلم النائب القصاص، انسحبنا. وفي الكلمة متاعي كان سمعتوهاش في المجلس، قلت عيبة هبطنا للدرجة صفر من السياسة. هذوما ناس كلهم متوانسة اللي جاوا الوزراء، نجموا نختلفوا على وجود شخص ولا نقولوا هذا باهي وهذا ما حقوش يكون في الوزارة هذه، نقفوا عند هذا الحد. أما أنا ندخل في الأشياء هذية عيب عيب وما يصيرش. فانسحبت انا وعبرت على الغضب متاعي في كلمه متاعي ما يجيش. ما معنى هذا؟ انا نذكر بشيء واحد، كل ما واحد مشى الاراضي المحتله ومشى الا واصبح متبع هو عيب. هذا احنا نذكر ان ابو عمار الزعيم ياسر عرفات بعد اسلو عمل اجتماع بالجامعين والاكاديميين والفنانين والمثقفين في تونس، وطلب متاعه ما تخليوناش وحدنا، يجاونا زورونا. اي قولي منين مش زور، احنا مش يدخلوا بالتونيل تحت القاعه. انا نحكي هكا عمري ما مشيت. رن فما معبر لابد تتعدى عليه سي سمير. احنا عندي صديقتي وتعرفوها الكل اللي في الجامعه ومعروفه معناها في القضيه في سيرة العابش، لما تحاولت طبعوا لها من الاردن دخلت واحد طبعوا لها كمان، وبالتالي هذا شيء معناها ما يجيش الكلام هذا ما يجيش. وانا لا، فقط نحب نقول راهم عملوها بالعاني، لانه كان الانتقادات كل موجهه نحو وزير الداخليه، فوقع تحويل وجهه. ونعرفوه مجموعات اللي حرضوا النائب القصاص باش يعمل لنا الحكايه هذيه، ومن وقتها نوليو نحكيو في الحكايه وعملوا لنا بسيكودرام ما كان له ان يكون. سفيان. يعني هو هذه المشكل، معناه هو انه الحكومه هذه ان بالرغم من الانتقادات، هل تعتبر انه الساعه تقدم مقارنة بالحكومة اللي سبقتها؟ وثانيا، هل تعتبر أنها قادرة على إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية؟ أنا خاطر فرصة باش نكمل على الحكومة، لأني عملت حليت قوس على بالنسبة للحكومة. دونك موقفنا احنا أنه شوف، لما جاتنا التركيبة عندنا زوز مجموعات من الوزراء، ما غير ما ندخلوا في حتى اسم، عندنا مجموعة من الوزراء التي تستجيب لشروط خارج الطريق واضحة،
وكفاءات عليا، وحنا فخورين أن موجود في الحكومة هذه، ويعطي الصحة سينمالي جمع كي جابهم وناس كفاءات، وخلات كما قالوا خلات معناها وضعيات متاحهم اجتماعية راقية، وناس معناها لبس عليها، وتعرفوا أنتم هذه جاب شيخ من بلاده. وثم فما مجموعة ثانية اللي للأسف لم تخرج عن المحاصصة الحزبية المألوفة داخل الترويكا، ابقى على بعض الوزراء، اخذ بعض المسؤولين في الدواوين تردهم الى اخره من هذا الشيء، من هالامور هذه. دونك موقفنا احنا هنا شون، ما نجموش نكونوا مباشره مع، وما نجموش نكونوا ضد. احنا قلنا سنحتفظ بحريتنا في الحكم على هذه الحكومه. الحاجه اللي نقولوها تو، الحكومه اصبحت معطى موضوعي اليوم، زايد باش نقول انا ضد وانا مع، اصبحت معطى موضوعي، وسنتعامل معها مش بتصريحاتهم السابقه باقوالهم، سنتعامل معهم بأفعالهم وأعمالهم، وسنقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأل، هكا نبقي على حريتي. أما أني نقول نعم مباشرة ومن بعد ما عادش نجم ننقد، أنت ما عملت توا درت عليها شنو الحسابات، وأنت ما قلت ليه ما تنجمش حتى تقول يعطيك الصحة للي أحسن. احنا لنا حريتنا، نعتبر أن أفضل موقف هو الموقف الذي اتخذه المسار الديمقراطي. لكن الموقف الأفضل، الموقف هذايا ما كانش نجم يعدي حكومة سلمادي جامعه وقت البارح. جيت النقطه نوريك مدى المسؤوليه اللي عندنا نحن، وبارك الله فيك في السؤال هذا، خاطركم باش ننسى احنا الى اخر لحظه. والحوار داير، وشفنا كم هايل من الانتقادات، وشفنا انه فما تذبذب، وحتى في حركه النهضه شفنا اللي فما تذبذب. اجتمعنا 9 نواب متاع المسار، وقلنا الهدف مش اطاحه حكومه مهدي جمعه. احنا عندنا 30 ثانيه في التصويت، 30 ثانيه ناخذ وقتنا ونغزو الإلكتروني قدامنا ونشوفوا صراحة وين ماشي الواحد. كان الحكومة هذه بتسقط، لن نساهم في إسقاطها. ونعطيكم مثال على كلامنا، النائبة سلمى بكار صوتت مع الحكومة، صوتت معها، احنا كل صوتنا احتفظنا لأنها كانت ترعش، خايفة على الحكومة، خايفة على الحكومة، دونك زربت وصوتت معها. احنا خذينا وقتنا لـ 30 سكوند بتاع التصويت وصوتنا، احتفظنا بصوتنا وما لمناش عليها، بل بالعكس اعتبرنا انه موقف وطني. فالهدف لم يكن باش نطيحوا الحكومه هذه، ولكن نقول الحكومه هذه راهو سنراقب هذه الحكومه، سي سمير، وسنراقب المسؤولين فيها. في نفس السياق هو مع الحكومه، لو كان نرجعوا للتجربه الاولى نتاع حكومه سيلباجي قائد السبسي كلها، سامحني نجاوب. الحكومه هذه افضل من كل الحكومات السابقه عموما واجمالا، هي افضل من الحكومات السابقه، مهمتها اصعب، المسافه البينيه مع الاحزاب ابعد بكثير من الحكومات الاخرى، بالرغم اللي احنا فما ناس نعرفوهم قراب، ولكن عموما واجمالا تو عندنا حكومه معطى موضوعي سنتعامل معه. شنو المطلوب منها الحكومه هذه؟ سهل، عندنا خريطه طريق. الحكومه هذه لازم توصلنا الانتخابات في احسن الظروف حسب المعايير الدوليه، لكن باش توصل الانتخابات الوضع الامني لازم يتحسن، الحرب على الارهاب لازمنا نربحوها، الوضع الاقتصادي الاجتماعي يلزم، ما نجموش نعمل انتخابات وناس تحتاج لك في الشوارع لان مش لاقيه بالشكل. اضرابات بدات، شوف مساله الاضرابات انا نعتبر انه راهو المطالبه، سامحني، من الاشياء اللي مش موافق فيها سي مهدي عندما يطالب بهدنه اجتماعيه. الهدنه موجوده راهي، واحنا نعرفوا الدوله يلعب الاتحاد يوميا باش يوقف هالاضرابات هذيا، ولكن فما اضرابات يلزمها تصير، لو كان ما تصيرش ربما تحدث ازمات اجتماعيه اكثر. فما اضراب عام في صفاقس مثلا، موضوع اخر. اما نعتبر اللي الاتحاد هو في هدنه اجتماعيه، وانه ما فماش في تاريخ تونس حكومه مسنوده اجتماعيا كما الحكومه هذه. راهم الزوز اطراف الاجتماعيه الكبيره متوافقه عليها وتسندها، وحتى لو كان باش تصير غدوه نقاشات هذا في طبيعه العلاقات الاجتماعيه بين الاطراف الاجتماعيه، وما يلزمناش نعملوا منها فزاعه جديده وكانه احنا في تونس لاول مره. في وقت بن علي كانت فما ضربات، شنو في وقت بن علي وقت ديكتاتوريه فما ضربات اكثر، فما بالك علاش اليوم ما تصيرش ضربات؟ ولكن ماذا بينا اليوم الوضع الاقتصادي يخلي، وانا نعتبر انه الاتحاد لعب دور كبير في نجاح الحوار الوطني. مش الاتحاد باش يفشل اليوم الحوار الوطني. تفضل سفيان قبل ما نرجع بسؤال السي سمير. نجموش نقولوا اللي اليوم مع حكومه سي مهدي جمعه ما عادش فما معارضه واحزاب معارضه واحزاب مسانده؟ اليوم طبيعه المعارضه تغيرت وطبيعه المسانده تغيرت. كانت قبل المعارضة أو المساندة هي تنظيمية بالأساس، أي أن الأحزاب في الحكم أنا أساندهم أدعمهم، أحنا أحزاب في المعارضة، فهمتني؟ الآن أصبحت المعارضة للسياسات وللمشاريع التي ستقدم لنا. أنا يتقدم لي مشروع من الوزير الفلاني ما عجبنيش سأعارضه،
لانه ما ينسجمش مع رؤيتي ومع غير طريقه. المواقف ولات اكثر براغماتيه. يعطيك الصحه، وهذا هو الفتره هذه تطلب ان الكلنا قبل ما ناخذ موقف انا ايديولوجي من السيد. انا قلت حتى الاشخاص اللي عندي عليهم احترازات، اسيدي ناخذ مثلا وزير شؤون الدينيه هذا كان غدوه انا يساهم في تحييد المساجد بالنسبه لي انا، وحقيقي نقول له بارك الله فيك سي سمير، ولو انه البريجوجي نتاعي من اللون ماهوش فافورابل. سمير البكري في الكونفرنس دو بريس، سمح لي في الكونفرنس دو بريس قلت شيء ما خلاش كانوا الدستور معناتها حقق مطالب الشعب التونسي تقريبا حداثي وتقدمي، وفات المعركه معناتها القوانين كيفاش باش. لا لا بالعكس، انا في نفس الندوه قلت انه بالعكس المعركه القادمه اكثر، لانه الاطراف اللي قبلت اليوم الدستور قبلت مضمون الدستور هذا لانها بحاجه الى دستور شكلي. شوف النهضه حشتها بدستور، واحنا حشتنا بدستور، احنا حشتنا بدستور مضموني، هذا اللي تحصلنا عليه. النهضه حستها بدستور شكلي. اش معناه يا عالم؟ انا مانيش الاخوان المسلمين، انا نقبل الدوله المدنيه، انا نقبل النظام الدستوري الديمقراطي، انا نقبل توازن السلطات، انا نقبل استقلالية القضاء، انا نقبل محكمة دستورية، يا عالم اشهدوا علي. هذا هو هدف متاع النهضة. احنا الهدف متاعنا هو ان نمنح لشعبنا دستور، هم يحبوا يمنحوا للقوى العظمى الاخرى دستور حتى تقبل حركة النهضة، وما نحطوهاش مع حركة الاخوان المسلمين او منظومة حركة الاخوان المسلمين اللي اليوم يحبوا يركعوا الناس ويحبوا يركعوا الشعب. فانا نعتبر هذا نقطة ايجابية، بل بالعكس ساهمنا بهذا في تونس حركة النهضة. احنا نعتبره بالخطوه هذه ساهمنا في تونس حركه المعركه، ولكن المعركه ما زالت متواصله. اليوم جايين القوانين اللي باش تعطي اون كونسيستانس للدستور هذا، باش تفعل الدستور هذا. كي نحط انا هيئه موجوده لايكا مثلا اي، وغدوه كي نعمل انا قانون ولا حريه ولا حق للمواطن اي، يلزمني نفعله على ارض الواقع باش بالقوانين هنا باش تكون معركه اخرى. ونتمنى انه حركه النهضه تنطلق من الدستور هذايا باش نفعله، مش تنطلق من الرؤى والمواقف الايديولوجيه القديمه. واضح سي سمير. كمل جمال. كملت يعطيك الصحه. سؤالي سي سمير كان وانه لربما التفكير الاساسي اللي حبيت انا نرجع للجلسات الحوار الوطني، هل انه الفكره الاساسيه كانت هو اعاده بعث حكومه كفاءات مستقله كما صار مع سي الباجي قائد السبسي، وكان الهدف في تفكير احزاب المشاركه في الحوار الوطني هو بطبيعه مش تغيير المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه، ولكن بالاساس هو الذهاب للانتخابات بعد فشل تجربة رئيس الحكومة السابق سي حمادي جبالي في بعث حكومة كفاءات، وبعد جت حكومة مسيسة أو متحزبة. وأنا نعتبر أنه كلامك معقول اللي قلته الكل، ولكن الحكومة هذه هي أكثر إسناد، تتمتع بأكثر إسناد من كل الحكومات السابقة، لأنه ذكر كان حكومة سي باجي قوسي كان توافق سياسي بين الأحزاب السياسية. كانت عندنا الهيئة العليا نتاع سي عياض بن عاشور وكان توافقوا فيها الأحزاب السياسية وبعض منظمات. اليوم الاسناد كان اقوى، لانه هاكم شفتوا ما شاء الله الاتحاد عامة الشغل والتيكا المحامين الرابطه التونسيه للدفاع عن الخزان وكل الاحزاب السياسيه تلمت حول هالطاوله هذه باش خرجت لنا الحكومه. ما كناش راضيين، فما اللي مش راضي 100%، فما راضي 50%، فما اللي راضي 100%، ولكن الكلنا في نلمو عنا هذه الحكومه. وبالتالي هذه الحكومه من واجبنا اليوم لمصلحه البلاد ان ندعمها، ولكن أن نراقبها. وأنا قلت أنه ماذا بيا الوزير الفلاني مش حاطين له وزير لدى الوزير الأول باش يعطلوا ويعرقلوا، وزير الداخلية ماذا بينا يخلي الوزير المكلف بالأمن يخدم على روحه، ماذا بينا السيد المكلف بالتنسيق في الملفات الاقتصادية ما عملناش كيما اللي قبله، يخلي سي حكيم بن حمود يخدم على روحه إلى آخره. هذا مطلوب، ولكن نحن سنتصدى لكل محاولات عرقلة الحكومة هذية من داخلها ومن خارجها. وإذا وزير باش ينحرف بالحكومة هذه على سنقول له بطبيعة الحال، ونحن عندنا كافة أساليب الرقابة الممكنة سواء الضغط الشارع والسياسة سواء الضغط داخل المجلس، كل أساليب ممكنة. سي سمير بعد ما تكشف السر العظيم الكبير كونه طيب العقيلي خوك، معناتها كنا نجهل الشيء هذا، هي كنت تجهل في الاشهر الماضيه كشفوا لنا كونه باش قال لك دخله سي سمير صديقنا طيب العقيلي قال كونه معناتها باش يكشف في الايام القادمه على معلومات فيما يخص اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ومازالت ايامات قليله معناتها على احياء الذكرى الاولى.
شنو هو اخر المعطيات اللي عندكم حول ملف الشهيد شكري بالعيد؟ انا صدقني ما عنديش معطيات، يمكن نجاوبه كيما زياد، يمكن زياد يعرف اكثر مني لانه اقرب مني للملف هذايا، وبحكم احنا في المجلس يمكن زياد عنده اكثر اريحيه باش يحكي في المواضيع هذيا. انا ما عنديش اكثر من اللي عندكم انتوما، وتعرفوا في الحكايه هذيا انا اتحاشى ان نذكر انه في الندوه الصحفيه الاولى اللي عملتها ليرفا وعملها شقيقي في الصباح نشرب معاه في القهوه، وصدقني يعني توا وفات الحكايه نجم صدقني ما نعرفش مضمون وفحوى اللي باش يقول، نعرف اللي باش يقول كلام خطير وعنده وثائق خطيره، هذا لان الجديه معناها ما فيش نصدق نصدقك انا خاطر هو با فوالا. دونك كيف كيف توا صدقني عندي رؤوس اقلام، بعض رؤوس اقلام لا اكثر ولا اقل، وانا اتحاشى الخوف من المساله هذه. تقول لهم رؤوس اقلام مقابلينهم عليك. لا لا معناها كشارس لا لا رؤوس اقلام دائما تتعلق بالديسفونكسيونمون في وزاره الداخليه، ما فماش غير هذايا معناها. هذا هو. سمعت سي سمير اخر تصريح السي لطفي بن جد واش قال تقريبا البارح او اول البارح؟ قال انه باش يعلن على اخبار مهمه حول اغتيال يعني المعلومات اللي عندي معناتها قلت تقريبا عندي اربع ايام انتهى التحقيق فيما يخص قضيه اغتيال الشهيد شكري بعيد، انتهى الموضوع. فما معلومة أخرى كونه فما تغييرات على رأى في أجهزة وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة؟ شوف ذكروا في الندوة الصحفية الأخيرة لما الأولى اللي صارت تاع ليرفا أنه بعدها قالوا هذا كله صحيح وبدأت تخرج المعلومات. تو يظهر لي فما معلومات يستبقوا في الندوة الصحفية باش يخرجوها قبل ما ربما تخرج الندوة الصحفية، وهذا من إيجابياتها والمجتمع المدني. أنا نقول كي مجتمع مدني مثلا جمعية كيما ليرفا خدمت وتخرج معناها المؤسسات الرسمية قادرة باش تعمل أكثر من هكا. فعلاش هما ما يعملوش هكا يستنوا حتى المجتمع المدني يتحرك، الناس المحروقة هي اللي تتحرك. سفيان قبل ما نعطس الآخر لسمير. أنا نحب نقول نسألك هل ما زال من معنى اليوم بعد انتهاء المسار التأسيسي والمسار الحكومي والمسار الانتخابي من بقاء جبهة الإنقاذ؟ واضح سي سمير أكثر من أي وقت مضى. أنا نعتبر أنه هذا تعرفنا موقفنا في المسار اللي خرجناه في 16 ديسمبر في المجلس الوطني متاعنا، الموقف متاعنا هو اللي أنه رغبتنا وإلحاحنا وعملنا على أن نحول جبهة الإنقاذ إلى جبهة سياسية وانتخابية، هذا هدفنا. تتذكروا أنه من الأول خلقنا نقاش حول هذه المسألة، هذا إيجابي، ومن الأول مثلا الرفاق في الجبهة الشعبية قالوا لا وإحنا جبهة شعبية، وحتى في الاتحاد مجلس تونس قالوا لا وإحنا اتحاد مجلس تونس، ولكن أنا نحب نعلمكم بشركم أن المواقف قاعدة كيفاش يقولوا تتحلحل هكا تتحلحل شوية وتتغير شوية. وأنا قناعتي أننا سنصل إلى أن تتحول جبهة الإنقاذ إلى جبهة سياسية وانتخابية إن شاء الله نخوضوا بها انتخابات. سي سمير في 30 ثانية تقريبا باش خلي كلمة ختام مهمة يحب يقولها سفيان بالنسبة للكتلة الديمقراطية، حكيت على أنه عندكم إمكانيات باش تراقبوا الحكومة من الداخل والخارج بعد تحفظ الحزب الجمهوري على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة، تخافوش من ممكن انشقاقات تتخلق في وسط الكتلة الديمقراطية؟ لا لا شوف الكتلة الديمقراطية، شوف الكتلة الديمقراطية فيها من صوت مع التحالف وأفاق تونس، احنا والجمهوري المسار الجمهوري احتفظوا، وعندنا بعض المستقلين والاحزاب اللي ممثله بكيم اللي صوتت ضد، معناها كنا وتعايشنا مع هذا الموقف، ما نجموش نكونوا متوافقين هك. شوف جبهة الإنقاذ مانيش ما عندناش نفس الموقف في هذه المساله، احنا في اتحاد مجلس تونس النداء صوت في اتجاه هذه مواقف حزبيه، ولكن وقت اللي يجي العمل البرلماني والعمل الواحد يظل باش نلقاو مع بعض. سفيان نختم معك. انا تو سامبلومون بور انونسي اون انفورماسيون، هو انه النيابه العموميه دايره الاتهام قررت الافراج فيما يعرف بقضيه البراتل على ولي تونس السابق سي منظر الفريجي والرئيس النيابه الخصوصيه لبلديه حلق الواد السابق سي محمد العالي وسي السكري في قضيه البراتل، يعني انه بعد 9 أشهر تقريبا قالوا انه ما حقهمش يكونوا في الحبس. مازال حد مازال شخص اللي هو معتمد تاع حلق الواد ربي يفرج عليه، لكن اللي نحب نقوله ايضا انه هذا تزامن نتاع الافراج هذا مع تسليم حكومه
سي علي العرايض اللي فيها سي نور الدين البحيري لمهامهم، وهذا يبدو أنه مجرد تزامن وبر. واضح سفيان، ولو أنه كلامك يخفي ممكن بعض المعاني اللي ماهيش واضحة ضمنية. باش تبدأ تبرز توا. ومثلا أنا شد انتباهي تصريح السيد وزير الخارجية اللي قال إمكانية رجوع إرجاع العلاقات، هذا قلناه توا قداش قلناه من تالي ملي بداوا باش يا ولدي ما تعملوهاش، مصلحة تونس تقتضي أنا راه هاكم شفتم بعد شجرة فينا وفي شبابنا، توا تجي الحكومة باش تقول رجع العلاقات. على كل حال ميفو تاكو جامي ابسوليومون. سياستنا الخارجية قديمة معناتها معروفة، معناتها ماناش دولة عظمى باش نعاديو طرف ولا طرف فقرة. واضح. سي سمير إذا عندك مضيف كلمة ختام في بعض الثواني. لا وأنا نحب بالعكس ما باش نخرج شوية من السياسة، أول مرة جيت لتونسنا ونحب نحييكم على المجهود هذايا، والاستوديو حلو، الإضاءة حلوة، الفتو حلو، الوجوه معهودة معنا يا أصدقاء. يعيشك يعيشك سمير، وإن شاء الله بارك الله فيكم. يعيشك سي سمير، وإن شاء الله مش آخر مرة بالطبيعة. لا لا لا، وربي إن شاء الله يحميك ويحمي كل التوانسة. طبعا إن شاء الله ما نسمعوا كان الأخبار الطيبة. على كل نشكر ضيفنا سي سمير الطيب الناطق الرسمي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على حضورك معنا. اللي باش ياخذ اسبوع راحه راهو. صح 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 صح. على كل نحن هكا نوصلوا الى ختام برنامجنا تونسنا اليوم. مازلنا باش نحكيوا سياسه، ماناش باش نغيبوا عليكم برشا، مع 9 متاعلين على موعد اخر مع برنامجنا الاسبوعي 90 دقيقه والعناصر القاره كيف كيف سفيان وجمال مع مجموعه آخرين من الضيوف. نتقابلوا بعد شوي إن شاء الله.